جاهدوا الثورة بولاية بسكرة على قلتهم يحظون بتقدير واهتمام كبيرين من طرف السلطات والمجتمع بمختلف شرائحه. والمجاهد الصالح بوشمال أحد صانعي ملحمة الثورة ببلدية عين الناقة وبالمنطقة عموما، برمجت له السلطات زيارة في ذكرى يوم المجاهد 20 أوت 2024. شارك في العديد من المعارك في هذه الربوع المجاهدة من ولاية بسكرة. تنقلنا اليوم رفقة السلطات المحلية وعلى رأسها السيد رئيس الدائرة والسيد الأمين الولاية لمنظمة المجاهدين ومدير المتحف الجهوي وممثلة أو عضو المجلس الأعلى للشباب والأمين الولاية لمنظمة أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء والسلطات المدنية والأمنية. تنقلنا إلى بيت عمي بوشمال الصالح هذا المجاهد للاطمئنان على حالته الصحية والتكفل بانشغالاته، وكانت لنا دردشة معه في أثناء الثورة وبعد الثورة. كذلك السيد الأمين الولاية لمنظمة المجاهدين الذي أسهب في الدفاع عن ذاكرة الأمة، لأن الذاكرة هي ذلك الرصيد التاريخي الذي صنعه أبطال الجزائر خلال الثورة التحريرية. من الشباب أن يكون في مستوى هذه الأمانة وأن يحافظوا عليها. نحن في سباق مع الزمان فيما يخص تسجيل الشهادات الحية، جمع الوثائق. كنا في لقاء تاريخي حول الذاكرة الوطنية، فهذه جاي في سلسلة من اللقاءات تمس الولاية بكاملها أهمية كبيرة لهذا الموضوع. الموضوع الآن هو الذاكرة الوطنية، ندفعها حول المجتمع ويتبناها المجتمع كمبخرة تاريخية للثورة الجزائرية. أصول التواصل بين جيل الأمس والجيل الحالي من أجل نقل الذاكرة أو هذا الميراث التاريخي الزاخر لثورة التحرير الوطني للحفاظ عليه. ندعو كل شباب والجيل الحالي إلى استلهام العبرة من أبائنا المجاهدين. نعيش وننعم نحن جيل اليوم بهذا الاستقرار، هذا الأمن، أمانة الشهداء. الذاكرة التاريخية للثورة التحريرية في صلب اهتمام السلطات المركزية والمحلية والمجتمع عامة من أجل نقلها لشباب الجزائر في أنقى صورها، ممن نقشوا ملحمة الثورة الجزائرية بحروف من ذهب في الكتب والمتاحف العالمية.